السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال للناس اللي بتعاني من المرض، ماذا يفعل المريض إذا شعر بقرب أجله؟ على المريض أن يرضى بقضاء الله، وأن يصبر على قدره، وأن يحسن الظن بربه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. وينبغي عليه أن يكون بين الخوف والرجاء، يخاف عقاب الله على ذنوبه ويرجو رحمة الله عز وجل به. فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو بالموت، فقال: كيف تجدك؟ فقال: والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. وإذا كان عليه حقوق فليؤديها إلى أصحابها إن تيسر له ذلك، وإلا أوصى بذلك. ولا بد من الاستعجال بمثل هذه الوصية، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي به فيه إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو مال فليؤديها إليه قبل أن يأتي يوم القيامة. من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو ماله فليؤديها إليه قبل أن يأتي يوم القيامة، لا يقبل فيه دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه وأعطي صاحبه، وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه. ويجب أن يوصي لأقربائه الذين لا يسون منه، ولو أن يوصي بالثلث من ماله، ولا يجوز زيادة عليه، بل الأفضل أن ينقص منه، وأن يشهد على ذلك رجلين عدلين مسلمين، فإن لم يوجد فرجلين من غير المسلمين على أن يستوثق منهما عند الشك بشهادتهما. وأما الوصية للوالدين والأقربين الذين يرثون من الموصي فلا تجوز، لأنها منسوخة بآية الميراث. قال تعالى: إن الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. ويحرم الإضرار في الوصية، كان يوصي بحرمان بعض ورثة من حقهم من الإرث، ويفضل بعضهم على بعض، والوصية الجائرة باطلة مردودة. ولا يتمنى الموت مهما اشتد به المرض، لما ثبت في الحديث: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ومن ذلك ما ثبت من حديث أبي سعيد أبي هريرة أنه مشاهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه، فقال: لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذ قال: لا إله إلا الله وحده، قال: يقول الله لا إله إلا أنا وحدي. وإذ قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال الله: لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذ قال: لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، قال الله: لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذ قال: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال الله: لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول: من قال في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. أسأل الله عز وجل أن ينجيني وإياكم من النار ومن عذاب النار. أحبكم في الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.